نرحب بسيادتكم في المؤتمر الصحفي لمهرجان الغردقة الدولي الأول لسياحة الغوص وحماية البيئة. يقدم للمهرجان رئيس المهرجان الأستاذ سيد لاشين صاحب فكرة المهرجان. أولا أنا برحب بكل اللي جم النهاردة وبرحب بكل الإعلاميين إعلام مصر النزيه اللي بيشجع أي فكرة جديدة وبيحاول يظهرها للنور. أقول لكم ايه هو المهرجان بتاعنا وازاي جات لنا الفكرة. هو باختصار الايام اللي فاتت ديت 3 سنين خاصة اللي فاتوا خلونا نبص لوضع السياحة من وجهة نظر اخرى خالص، تمام؟ ايه اللي بيشغل السياحة عندنا وايه اللي بيوقفها؟ فمن خلال جريات كتير قوي، وخاصة ان انا راجل شغال في مجال الغوص، فلقينا ان سياحة الغوص هي اساس السياحة الشاطئية في مصر. السياحة الشاطئية ديت اللي بيجي من خلالها 85% من السياحة على مستوى مصر بسبب السياحة الشاطئية. كان الاول بيجي الدايفرز او الغواصين بيعملوا كامبات على شواطئ البحر الاحمر، تمام، وينزلوا يبصوا على الشعب المرجانيه بتاعتنا ويستمتعوا بيها، وكم الاسماك والاحياء المائيه كتير قوي. افريقيا والكويت والجزائر والسودان. بتاتي اهميه هذه الدول ان المانيا هي الدوله اللي كنا بناخد منها شهاده الايزو للدايفنج سنتر والغواصين المصريين. جنوب افريقيا هي دوله حاليا منافسه لينا في مجال الغوص. الكويت النهارده بنحاول نفتح معاها خطوط طيران عارض تيجي من الكويت للغردقه، تمام. الجزائر وهي بتمثل دول شمال افريقيا، والسودان الدوله الشقيقه. بعد كده بدانا ننسق مع مراكز الغوص للمشاركه في المهرجان عن طريق عملاء هذه المراكز اللي بيجوها باستمرار كل سنه، و عن طريق سيادة المحافظ محافظ البحر الأحمر. تم التنسيق مع الضفادع البشرية ومع هيئة قناة السويس والقوات البحرية بإسكندرية للمشاركة برضو في الغطسة الجماعية. ومن خلال التنسيق مع محافظ البحر الأحمر تم استدعاء مركز الغردقة للإنقاذ البحري ودوت لتأمين الغطسة نفسها والتواجد أثناء الغطسة، وبعض المراكب الإنقاذ تكون متواجدة لتأمين عدد الغواصين اللي هيكون موجود. تم أيضا مراسلة جميع الكرة السياحية بالمشاركة من خلال العاملين والنزلاء في نفس توقيت الغطسة لعمل نظافة لشواطئ البحر الأحمر علشان يبقى الموضوع متزامن مع يوم البيئة العالمي. احنا هدفنا الاساسي حماية ثرواتنا الطبيعية وحماية البيئة البحرية بصفة خاصة. توقيت المهرجان زي ما هو ان شاء الله هيبقى من يوم 30/5/2004، وده وصول الشخصيات العامة والسفراء والاتحادات الدولية، والانتهاء من المهرجان ان شاء الله هيكون يوم 5/6/2014. من خلال اللجنة العلاقات العامة للمهرجان تم دعوة 4 فرق دولية لإحياء حفلي الافتتاح والختام، وهم الهند وأندونيسيا واليونان وأوغندا. تم التنسيق مع بعض الفرق المصرية للمشاركة أيضا في إحياء المهرجان. أخيرا وليس آخرا، أحب أوجه الدعوة لجميع غواصين مصر، وبوجه الدعوة للأجانب المقيمين في مصر، تمام، وغير المقيمين بالمشاركة معنا في مثل هذا الحدث التاريخي. المهرجان يعد الأول من نوعه على مستوى مصر والوطن العربي بهذا الحجم. حماية البيئة في أي مكان من العالم مسؤولية شعوب العالم أجمع، فأدعوهم جميعا
لبدء مبادرة تكاد الأولى من نوعها لحماية البيئة البحرية بشواطئ البحر الأحمر. سياحة بقالنا سنين، كل دول العالم النهاردة اتجهت لحاجة اسمها سياحة المهرجانات، ازاي اعمل جذب للزائر اللي بيجي عندي على الأراضي المصرية. طب هيشوف ايه؟ هيتفرج على ايه؟ فكل العالم النهاردة متجه لسياحة المهرجانات. عايزين نعمل مهرجانات بشكل جديد، عايزين نغير فكر العالم ان مصر مش عبارة عن جمل، مش عبارة عن جلبية، مش عبارة عن تنورة، مش هي دي مصر. مصر حضارة 7000 سنة، مصر فيها عقليات كتير قوي بتقدر تفكر. من شهرين ثلاثة كده مسألة الغطس دي عملية ترفيهية، كنت فاكر الناس بتيجي كده تغطس مسألة ترفيهية ملهاش أبعاد مهمة وخطيرة في السياحة، لغاية ما كنت في الغردقة من 3-4 شهور، وبعدين فوجئت بأرقام مذهلة. فوجئت إن 72% من عدد السياح، أو 75% تقريبا، حوالي 70% على الأقل من عدد السياح اللي بيجوا مصر بيجوا عشان سياحة الغطس دايفنج ده، 70%. قريت تقرير من كام يوم بيقول إن يعني سياحة الغوص بسبب مشكلات كبيرة، مشكلات أمنية ومشكلات قانونية وتشريعية وحاجات كده، دخلت بس مصر مش أكتر من 2.5 مليار، يعني الشكوى إن هما بقوا 2.5 مليار في السنة بعد ما كانوا 5 و6 و7 خلال السنين اللي فاتت. لازم احنا بصدد موضوع مهم جدا جدا، موضوع مش ترفيهي، موضوع مش صغير، موضوع بيتكلم عن سياحة مهمة جدا جدا، سياحة مش تقليدية، سياحة معظم السياح من دول أوروبا وأمريكا بيجوا مصر مخصوص عشانها، مش عشان زي ما احنا متصورين السياحة التقليدية خلاص تقريبا. زي ما بيقول الأستاذ سيد، ما كناش نغير في مفهوم السياحة والنظريات السياحية البائدة والقديمة والبالية، وشغل للأسف الشديد شغل الحكومي، شغل الحكومي بكررها تاني في مجال السياحة المصرية، هيودي السياحة المصرية في داهية أكتر ما هي رايحة في داهية بسبب الأحداث الأخيرة اللي حصلت في مصر من 3-4 سنين اللي فاتوا. فرجائي من السادة الصحفيين يعني والإخوة الزملاء الإعلاميين إن هم يقروا كويس جدا ويشوفوا إيه حكاية سياحة الغوص في مصر، لأن الموضوع ملف كبير مش سهل يعني، والموضوع هتوصلوا فيه وانتوا بتقروه او انتوا بتتابعوه زي ما انا يعني بحاول اوصل لكده، ايه القصه وايه الحكايه. لقيت الموضوع كبير ومليان مشكلات من جانب الحكومه، معظمها مشكلات تشريعيه، مشكلات تتعلق بهيئه تنشيط السياحه اللي لغايه الان ما زالت تصريحات المسؤولين فيها دون المستوى، تصريحات اكبر بكتير مما يفعلونه من الحقيقه يعني، كالعاده الحكوميه المصريه المعروفه. فانا طبعا قبل ما انسى يعني كنت عايز اشكر، وعلى اني ما بحبش اشكر حد بصراحه، بس انا كنت عايز اشكر الاستاذ السيد جدا جدا، لانه شاب مصري ومعاه مجموعه من الشباب، وانا بدردش معاه بره، فوجئت بانه فاهم الملف كويس جدا بتاع السياحه المصريه وحامل هم المساله، وما قعدش ساكت واستنى الحكومه تحل له او الدوله تعمل له. يعني هو بقدر الامكان حاول بمجهود فردي انه يعمل عمل اعتقد كتير من الوزارات ما كانتش تقدر تعمله. يعني هذا المؤتمر لو كان في ايد الحكومه، بلاش اقول الدوله، الحكومه، ما كانش اتعمل وما كانش ان شاء الله هينجح بالشكل اللي هو فيه. فانا كل ما ارجوه يعني ان صوت الناس دي يوصل بقى للمسؤولين عن طريقنا احنا، لان سياحه الغوص والسياحه في البحر الاحمر وجنوب سيناء وسيناء شمال وجنوب يعني بقت سياحه مستقبل. يعني الأقصر وأسوان والمناطق التقليدية دي أعتقد إن هي يعني خلاص العالم كله شافها وشربها وشبع بيها، والجديد بقى هو المناطق الجديدة اللي محتاجة منا إحنا نعمل إلقاء ضوء على مشكلات الناس دي ومشكلات السياحة في المناطق دي. وشكرا جزيلا وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا. هو في الآخر كله بيندرج تحت رياضة الغوص، فده بيمثل 85% من السياحة على مستوى مصر، ده وجهة نظري. أنا بوجه رسالة للشعب المصري كله، تمام، لأن أنا الفترة اللي فاتت ديت قلت يا جماعة خلاص، أنا ما فيش، لو قعدنا نعتمد على الحكومات خاصة الحكومات رايحة وحكومات جاية ف إحنا رؤساء رايحة ورؤساء جاية. فالرسالة أولاً أنا بوجهها لكل الغواصين المصريين المقيمين،
بوجه الرساله لكل اصحاب مراكز الغوص، بوجه الرساله لكل واحد من الخمسة مليون اللي شغالين في السياحه، لازم كلنا نحط ايدينا في ايد بعض عشان نتعاون ننجح مهرجان ان شاء الله. بعديه يبقى في مهرجان تاني من نوعيه تانيه، بعديه يبقى في مهرجان تالت بنوعيه تالته، ويبقى عندنا في المناطق السياحيه كل شهر مهرجان نقدر نسوق عليه بره مصر كويس، ويجي الجست المصري هيشوف سوري الجست الاجنبي او النزلاء الاجانب هيجوا يشوفوا حاجه جديده. تمام، في دول العالم المنافسه لينا، مش عايز اقول اسماء دول عشان ما تحسبش علينا حاجه تانية، فالدول المنافسه لينا النهارده في مهرجان زي يقول لك مهرجان الزهور مده 15 يوم. تمام، عباره عن ان المدينه اللي بيقام فيها المهرجان كلها بتشتغل بتعمل اشكال مختلفه من الزهور واستخداماتها بقى جميع انواع الزهور، يعملوا اشكال مختلفه. السائح بيبص على المهرجان دوت يقول لك انا عايز اروح الحته دي عشان اتفرج على المهرجان ده بس. احنا عايزين نعمل كده هنا في بلد، عندنا اثار تمام مش عارفين نستغل التسويق، عندنا بحر وشعاب مرجانيه تمام مش عارفين نسوقها كويس. طب ما لازم ندي للعميل الاجنبي حاجه تجذبه لينا. ف شايف ان موضوع المهرجان ده هيبقى عامل جذب. ساعات مش هينفع مع اصحابك، ما بيقتنعش بالكلام ده، فانت تقول الحقيقه اعترف ان كان جذب. لا والله احنا لما رحنا قدمنا الملف لمكتب وزير السياحه من حوالي 10 شهور الفكره لقت قبول كبير قوي. الاجابه هي الاجابه من 10 شهور. من 10 شهور؟ يعني انتوا بقالكم 10 شهور بتعملوا لا احنا بقالنا قرب السنه تقريبا. تقريبا بقالنا سنه من شهر 6/2013 من ساعه ما عملنا المذكره نفسها ودخلناها اللي احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر وتوافق عليها، بدينا بعد كده ناخد الاجراءات الخطوات اللي بعديها ان احنا نتوجه للوزارات. تقريبا بقى لنا حوالي 10 شهور بنجري على الموافقات، وحصلنا عليها كانت اخر موافقه حصلنا عليها كانت في مارس اللي فات. طب ايه المساعدات الماديه للهيئات الحكوميه اللي انتهت التصاريح والورق؟ غرفة السياحة دي مش جهة حكومية، المفروض هي جهة منوطة بأصحاب شركات السياحة مش تبع وزارة السياحة بشكل مباشر، إنما هيئة تنشيط السياحة وعدونا إن هم هيقدروا يقدموا لنا دعم، تذاكر طيران داخلي، تذاكر طيران داخلي، إقامات بعض الناس في الغردقة. لا بصراحه اللي هو احمد عبد الله من ساعه عرف الموضوع وهو الراجل ممكن يقول هو سخر اثنين من المحافظه، استاذه منى البغدادي من مكتب المتابعه واستاذ ايمن البحراوي من الهيئه الاقليميه لتنشيط السياحه، ان هم يكونوا معانا في كل خطوه، اي جواب نحتاجه، اي موافقه، اي توجيه، اي مراسلات بيساعدونا فيها. وكانت عندنا مشكله ان احنا في عندنا فوق كبير عايز يجي من جنوب سيناء من شرم الشيخ ومن دهب ومن نويبع يشاركوا، بس كانت العقبه بالنسبه لنا في طريقه المواصلات اللي هيجوا بيها. طبعا عشان نقدر نشارتر طياره كان التكلفه عاليه جدا، وعشان يجوا عن طريق اتوبيس بري الموضوع هياخد حوالي 14 ساعه. فلما شرحنا المشكله اللي بتواجهنا اللي هو احمد عبد الله قال في عباره هتفتح يوم 1/6 وهو هيقدر يوفر لنا يوم 2/6 العباره، تلقي الناس كلها مجانا من جنوب سيناء لحد الغردقه. ولما بلغنا زمايلنا في جنوب سيناء اللي ماسكين المتابعه هناك وتجميع الغطاسين وعدوا ان هم يقدروا يوفروا حوالي 600 او 700 اجنبي جاي في جنوب سيناء يجوا الغردقه يغطسوا معانا. استاذ عارف الاسبوع الثاني بقى اتفضل عدد انا داير انا مستني الاسئله. طيب عن حمايه البيئه، فين وزاره البيئه في الحدوته دي كلها ودعمها؟ وزارة البيئة تم تقديم الملف لوزارة البيئة وأخذوا الملف على محمل الجدية بصراحة وعجبهم جدا، وأضافوا لنا إضافة كويسة اللي هو إن إحنا نبعت دي كانت الإضافة بصراحة اللي عملوها لنا رؤساء المحميات الطبيعية في وزارة شؤون الدولة. جهاز شؤون الدولة
الاضافه كانت ان احنا نبعت لكل القرى السياحيه في ان هم يطلعوا الاستاف اللي شغال مع نزلاء الفندق ويرتدوا التيشيرت اللي عليه لوجو المهرجان ويبتدوا عمل نظافه لشواطئ البحر الاحمر. دي الاضافه اللي عملوها لنا، فالحمد لله كانت يعني اضافه جيده جدا. شايف ان هي يعني خلت المجال اوسع لحمايه البيئه، تمام، واشتغلنا على كده وبدانا نبلغ فعلا الكرة السياحيه. ده بالنسبه للدور اللي لعبته معانا وزاره البيئه. شكرا. هي مش محاوله واحده، هي محاولتين. احنا بنحاول نحطم الرقم اللي عملته اندونيسيا، تمام. الرقم نحاول نعمل رقم تاني دوت يبقى باسم مصر ويبقى اختراع مصر اصيل. يعني اندونيسيا عملت اكبر غطسه مجمعه، احنا بنحاول نكسر الرقم، تمام. لكن رقم قياس عالمي، رقم قياس عالمي. لكن احنا بالنسبه لنا بقى هنا اختراع مصري اصيل هو اكبر واسرع عمليه تنظيف لقاع البحر تتم خلال 15 دقيقه، تمام، وهي زمن الغطس. ان احنا كل الدايفرز اللي هيجوا، كل الغواصين اللي هيجوا مهما كان العدد بتاعهم، تمام، هنعمل نظافه لقاع البحر. يبقى احنا كده كمصريين الرقم ده باسمنا لاول مره يدرك في موسوعه جينس ريكورد ان شاء الله. اكيد طبعا. اكيد. الاسماء اللي انا ذكرتها بالنسبه للجنه الفنيه، الاسماء ديت يا جماعه للاسف مجال الغطس هنا ما فيهوش مشاهير، مش زي مجال الكوره او مجال التنس او مجال الـ الاعلام او مجال الفن. فللاسف مجال الغطس رغم اهميته ورغم الدخل القومي اللي بيجي عن طريق مجال الغوص الا ان هو فعلا ما فيهوش مشاهير وما فيهوش سبوت اعلامي بيجي على القائمين عليه. الناس اللي انا ذكرتهم دول كابتن عصام مهران وكابتن محمد ابحاوي وكابتن اشرف صبحي ومحمود ابراهيم ومصطفى الصياد ومحمود سالم ونعيم الدين حسن واحمد شلتوت، الناس ديت من قدامى